السلام عليكم. اليوم نروح نشوف ملعب نيلسون مانديلا بعد الانتهاء من يعني المنافسة القارية، ونديرو يعني ريتروسبكتيف حوصلة نتاع يعني الملعب هذا، اللي نقف عند المراحل نتاع البناء نتاعو، حيث انه تم البناء يعني بداية الأشغال تاعو في 2009 البداية تاعو، وعرف يعني مدة الأشغال تاع 14 سنة، مر عدة مراحل منها قعد في فترة 2012 2013 2014، يعني عامين بدون أشغال بسبب وجود كمية كبيرة من المياه في الأرضية، وبعد كذلك عرف عدة تجاذبات بسبب تغيير الوزراء اللي مروا على الملعب هذا، وكذلك بسبب تغيير التصميم تاع الملعب هذا، تغير التصميم ديالو فيه بحيث انه كان فيه إضافة يعني البناية الدائرة عن الملعب، إذن يعني أسباب كثيرة أدت إلى تعطل الأشغال في هذا الملعب، واللي منها أسباب يعني استركتورال، يعني أسباب راجعة إلى المنظومة الاقتصادية الوطنية والسياسة اللي كانت سائدة فيما مضى. إذن بعد 14 سنة من الانتظار تم الانتهاء من الإشغال ديالو، والآن أصبحت تحفة عالمية، وكثير من الخبراء يعني يقولوا بأنه مش هو أكبر ملعب في العالم، هذا أكيد، لكن هو واحد من أجمل الملاعب في العالم والأجمل في إفريقيا بدون منازع، وفيه واحد يعني هذا أكيد ثاني واحد من الملاعب يعني العصرية، أحدث الملاعب باستعمال عدة تقنيات في المراقبة والتسيير والتقنيات نتاع تطوير العشب الصناعي، صيانة العشب الطبيعي، هذا كل شيء يعني فيه أحدث تقنيات تم استحداثها وجلبها لهذا الملعب اللي أنا أشوفه فيه. يعني بقت نقطة واحدة وهي قضية العشب الطبيعي، ماذا بينا في المستقبل يكون فيه عشب هجين في هذا الملعب وفي كل ملعب جديدة في الجزائر. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع اللي تم يعني إنتاجه من طرف وزارة يعني السكن والعمران، واللي هي المكلفة بإتمام الأشغال تاع الملعب هذا، منذ أن كلفها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعني عطالها الوصاية تاع الملعب هذا، وكلفها بإتمام الأشغال اللي الآن تمت بكل احترافية، يعني في أقرب وقت، لم تأخذ وقت كبير بعد ما كانت تأخرت لسنوات. إذن هنيئا للشعب الجزائري وللشباب الجزائري بهذا الملعب، وإن شاء الله المزيد من الملاعب في ولايات أخرى. هذا هو، أترككم في رعاية الله وحفظه، ونخليكم مع نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.